بعظمة لسانه. بعظمة لسانه بيتسو هدف بلس 90. ليه؟ ودي النقطة اللي قالها الأستاذ حسن المسكاوي. أعتقد لما يكون الوقت ضيق جدا والكابتن محمود الخطيب يسجل هذا الهدف في هذا التوقيت المتأخر والمزنوق يبقى ده هدف مهم جدا. لما أنا أقول لك هي لحظة صدق. ما كانش متدور على صفقات مبهرة قد صفقات من الناحية الاحترافية، والعملية تكون صفقة مناسبة للظرف وعلى قدر المسؤولية. ما كنتش عايز تهز فرقتك، انت فجأة قبليها ب 10 ايام طرح موضوع ان فايلر يمكن يمشي، وهو نفسه لما جه يقول لي الاسباب قال اصابة سيزا بالكورونا هزني، اللي هي كانت قبليها بحوالي اسبوع 10 ايام، فما كانش في تفكيره ربما قبل كده انه يمشي. الله اعلم. لكن بسرعة انك هي دي الاحتراف، بسرعة تتعامل مع الازمة وتعالجها ازاي؟ وبصدق وشفافية دون انك زي ما جبت فايلر برضو والناس كلها متوقعة انك تجيب اسم تستخبى وراه. يعني اي ادارة ممكن بتفكر في نفسها هتجيب اسم كبير اعمل لكم ايه، جبت لكم فلان. لكن هم حطوا المواصفات اللي فعلا كان تقدر تحقق نجاح، وفايلر حقق نجاح مع النادي الاهلي. نرجو موسيماني اللي هو جه في اللحظات الاخيرة كاختيار مناسب جدا، واستفاد الخطيب من العلاقة اللي بدري بينه وبين رئيس جنوب افريقيا في المجاملات سان داونز، في المجاملات اللي تمت بينهم، ان يبقى في نوع من ان العشب اقدر اطلب منه الطلب ده. فقال لهم لو موافقين ناخد موسيماني ده شرطنا موافقتكم، تكونوا موافقين انتوا لا، عشان ما حدش يقول لك ما انت خدت. لا، لو قالوا لا والله مش هنقدر كنا هنشوف حد تاني. لكن الحمد لله الدنيا مشيت بالسهوله دي، كل الرغبات تلاقت. يعني هي التوفيق اللي في الصفقه دي ان ما خدتش وقت، المدرب عايز يجي ما ضيعناش وقت، رئيس النادي موافق شايفها حاجه ايجابيه، ما خدتش وقت. انت في قرارك عندك اسبابك الموضوعيه، لجنه التخطيط معاك خدت، فهو هدف بلس 90 ده اسمه موفق لي. طيب بيتسو بلس 90، نشوف بعض الاراء حوالين هذه الصفقة المهمة جدا، والبداية بالكابتن سيف زاهر. أنا بحيي الأسطورة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة نادي الأهلي. ليه؟ ليه بقول الكلام ده؟ بقالي فترة الأهلي مختلف. الأهلي مختلف. يعني إيه مختلف؟ يعني الأهلي لما تيجي النهاردة تكلم مجلس إدارته، تيجي تكلم مجلس إدارته أو تنصح، بتلاقي الكلام بيتنفذ على الأرض، تتكلم على قطاع الناشئين تلاقيه بيتغير. تتكلم على صفقات تلاقيها بتجرى في سريه تامه وتلاقيها سريعه جدا، تلاقي اللي انت بتقوله بيتعمل. موسيماني وقع ضربه معلم في التوقيت، عشان بقى ايه نتكلم في كل جزئيه لوحدها، في التوقيت في القرار. سلام عليكم يا عم، انت بتدرب النادي الاهلي، انت هتقعد تقول لي بكره وبعده وعندي ظروف وعندي مش وامضي في سويسرا وامضي على البحر وامضي في الكشك اللي جنب؟ يا عم متشكرين، سلام عليكم. فاذا ضربة معلم يستاهل عليها الكابتن محمود الخطيب الإشادة والتحية. هو أكتر واحد يشغل المكنة سريعة دلوقتي، وده اللي أنا عايزه. هو أنت عايز إيه؟ عايز أكسب بطولة أفريقية والدوري والكأس؟ أنا كده كده بكسبه، وإن شاء الله هكسبه بموسيماني برضه. مفيش مشاكل. هكسبهم بالاجتهاد، في منافسة طبعًا مع نادي الزمالك، ومنافسة شرسة ومنافسة قوية، لأن الزمالك برضه جايب باتشيكو ومعاه فريق قوي. ولكن دلوقتي بتكلم على النادي الأهلي. خلاص، اذا النهارده هو اختيار الافضل. انا متفائل ان يعمل حاجه كويسه، واي حد تاني بيقول اي حاجه ما تخصنيش. انت جبت من القاره الافريقيه، انت اول مره تاني مره، ما انا مش فاهم اصلا الكلام ده ولا اقدر اعيده، يعني مش فاهمه. انا مدير فني كويس لفريق كويس اجيبه، انا عايزه المرحله دي، هو الافضل بس، شكرا سلام عليكم. المده سنتين كويسه، لان انت عايز البطوله الافريقيه وعايز الدوري. إذا هو اختيار كويس، أحكم على موسيماني إن مدير فني كويس أو لأ بعد البطولة الأفريقية، بعد بطولة الكأس، بعد ما أديله فترة مع النادي الأهلي. ولكن هي تجربة، هي تجربة الأقرب للنجاح. هو اختيار كويس وضربة معلم كابتن خطيب. هو اختيار لقى استحسان الأستاذ سيف زاهر. طب نشوف إبراهيم سعيد رأيه ايه؟
ابراهيم سعيد بيفاجئك بانه قدام الكاميرا مختلف، يعني فعلا في نضج، بينضج. ساعات بيبقى بيفتكر انه ابراهيم سعيد العفياجي بيعمل، لكن بشكل عام تقدر تخرج منه بكلام موضوعي شويه. ابراهيم انت مع ان موسيماني؟ انا مع موسيماني جدا، من المدربين اللي انا بحبها جدا ومن المدربين اللي لهم فكر. انا اجيب لك بس الخلاصه على الموضوع بتاع موسيماني ده. ايه طب ماشي. الراجل ده من المدربين كويسين جدا، انت بعد عنه بس. والناس اللي جوه الجنينه يعني جنوب افريقيا بتجيب مدربين احسن من المصريين. الناس اللي جوه الجنينه يبعدها. اسمعني بس، ممكن بس اكمل؟ هم دول مش ولاد النادي الاهلي. هو الكابتن مجدي مش الراجل ده مدرب كويس قوي. وعايز اقول لك حاجه، من افضل المدربين اللي جم في الفتره الاخيره بعد فايلر، مدرب ليه خبرات افريقيه. احنا شفنا لسه، انت بتحكم عليه دلوقتي. الراجل ده ادوله الصلاحيه يجيب لعيبه. الراجل ده عينيه حلوه جدا في الملعب، بيختار لعيبه بمستوى كويس، ادوله الحريه ان يقدر يختار لعيبه. الراجل ده هيرجع النادي الاهلي في خلال سنه او سنتين للمكانه بتاعته الطبيعيه. طيب ده راي الكابتن ابراهيم سعيد، انه اديله الفرصه، هاتوا له اللعيبه، خليه هو اللي يختار. وهو طبعا ده طبيعي جدا، ده سواء هو موسيماني او فايلر او مانويل جوزي او اي مدرب، في النهايه ما دام هو اللي موجود مفيش لاعب هيجي الا بموافقته، ومفيش لاعب هيتسجل الا بقراره. دي اعتقد اساسيات العمل في النادي الاهلي. لكن قلت لكم انه بيتسو موسيماني عنده رقم شخصي، انه ربما كان المدرب الوحيد اللي كسب فرقه في بطوله واحده 3 مرات. كان تفوقه على الزمالك 3 مرات في بطوله واحده. عشان كده اعتقد مهم جدا نسمع راي واحد من نجوم الزمالك الكبار، الكابتن حازم امام. على فكره اختيار جريء موسيماني، يعني انا بشوفه لاعب كويس قوي. اختيار جيد. انا بحب طريقه لعب جنوب افريقيا بشكل عام، حتى المنتخب بيلعب. هو الراجل عنده فكره. هم عندهم سيستم في جنوب افريقيا، ده نفسي نعمله في مصر، يبقى عندنا سيستم ازاي نلعب. يعني انت دلوقتي جنوب افريقيا اي فرقه بتلعب في منتخب او بيلعب فرق، هو السيستم تدوير الكوره، اللعبه الحلوه، اللعب في الرجل، ما بنلعبش كوره عاليه، بنلعب دايما نستحوذ. كل فرق جنوب افريقيا او معظم الفرق بما فيهم المنتخب في مدرسه. فكره موسيماني راجل خد بطوله افريقيا قبل كده، بينافس مع فرقه، حط فرقه صن داونز في حته كبيره في الدوريات الافريقيه او تشامبيونز ليج الافريقي، وبالتالي عنده خبرات. ولما جه معانا هنا على فكره فحلل معانا في بطوله افريقيا اللي فاتت، تحس ان هو نفسه يجي مصر. يعني دايما واحنا بنتكلم معاه هو بيحب مصر جدا، عارف الاجواء. هي جرأه انك تجيب واحد من القاره الافريقيه يمسك النادي الاهلي. لو نجح طبعا هتحسب للنادي الاهلي، لكن لو ما نجحتش هيبقى ليها. انتوا جايبين واحد ما جاش قبل كده، ما طلعش بره افريقيا، جايبين واحد زيكم في افريقيا. طب ما مصر احسن في الكوره في افريقيا. نفس فكره، عارف ايه؟ لما انجلترا طلعت دايما كان مدربين فنيين انجليز، وفجاه راحوا جابوا ايركسون من السويد. السويد مش زي انجلترا في الكوره خالص، بس راحوا جابوا ايركسون مثلا، وبعد كده جابوا فابيو كابيلو، وابتدت الامور تبقى عاديه بعديها. لكن اول طلعه دي بتبقى غريبه شويه. فهو اختيار جريء، مدرب ككوره وكلعيب وكفرقه. انا بحب فرقه سان داونز، بحب فرقه جنوب افريقيا، بيلعبوا كوره حلوه. ولو لعب بالشكل ده، لكن هي النظريه دلوقتي هو جاي على اسبوعين هيعمل الشكل اللي هو اطلع بالكره من تحت والسيرد باك يبتدي الهجمه والكلام ده، مستحيل، هيبقى وقته قليل. فهي دي النظريه، ان انت الوقت مش في صالح الطريقه اللي هو عايز يلعب بيها. هي دي بس الملحوظه. يعني الكابتن حازم امام مبسوط من كره جنوب افريقيا، مبسوط من موسيماني تحديدا، وانه بيلعب الكره ليها هويه وليها شخصيه. كره جنوب افريقيا كرتهم حلوه، هو ده كلامه هو. وانه شاف القرار جريء وشجاع. هو جريء وشجاع لانه في صدق، في واقعيه. وانا معاه، يعني انا متفق ان قرار جريء وشجاع. ناس كتير تخاف تاخد القرار ده، لكن هو قرار زي ما قال بقى الكابتن طه اسماعيل. بس كابتن وائل الجمعه الاول هنشوف كابتن وائل الجمعه، لكن الكابتن طه اسماعيل قال الكلام ده. نشوف الكابتن وائل الجمعه كواحد من نجوم تجربه مختلفه. وائل الجمعه كان واحد من ركائز تجربه مانويل جوزيه، واجه طبعا صن داونز كتير جدا، اكيد رايه مهم في التعاقد مع موسيماني. هل سينجح موسيماني في الاهلي وهو ليس مدربا اوروبيا؟
ما اقدرش اجاوبك طبعا، انما انا اتمنى انه ينجح، انا اتمنى انه ينجح. ابتسمت ابتسامك لا لا معاني كثيره. السؤال ما يعني سؤال طبعا ما ينفعش يا يوسف يتسال انت هينجح ولا لا، ما انت ما تقدرش. انا اتمنى انه ينجح. توقعاتك؟ التوقعات انه ينجح ان شاء الله. ما فيش مدرب يخش النادي الاهلي يوسف، البيئه خصبه وبيئه صالحه للمدرب للشغل. انما لو هنتكلم على الاختيار من البدايه، انا اشوف ان هو اختيار ممتاز وموفق جدا جدا من كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط اللي اختارت المدرب ووضعت عينيها في وقت مناسب جدا ووقت صعب جدا. اختيار واقعي ومنطقي جدا جدا لتحقيق هدفك. البطوله الافريقيه اصبحت هاجس عند النادي الاهلي. طيب في تصريحه قال كان حلمي ان ادرب واحدا من انديه شمال افريقيا، بالتالي المدرب عنده الحافز لتحقيق شيء مع الأهلي. الأندية الشعبية الكبيرة جدا ليها شعبية كبيرة في الكرة الأفريقية، مغرية للمدربين اللي زي موسيماني، وطبعا هيدخل تاريخ الكرة الأفريقية أنه يدرب الأندية دي، وأولها طبعا النادي الأهلي الأكثر تتويجا في البطولة الأفريقية بثمان بطولات أفريقية وتاريخ كبير جدا. شوف رد الفعل اللي حصل للمدرب لما أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب، تعرف قيمة الأهلي وقيمة الإضافة اللي هيضيفها للمدرب ده. إنما هو ذكي، مدرب ذكي وقدر إنه يحسب الأمور بشكل منطقي. نقطة النجاح اللي كنا بنتكلم فيها أنا أشوف إن هي كل الأمور في صالحه، أهم شيء الصبر على المدرب، ودي النقطة اللي قلت لك هاجس البطولة الأفريقية عند النادي الأهلي وعند جمهوره بقى فوق الوصف. البطولة الأفريقية أصبحت رقم واحد قبل بطولة الدوري المصري، لأن شفنا في خلال السنوات اللي فاتت 7 مدربين أو 8 مدربين مشيوا من النادي الأهلي وفازوا بالدوري. فالبطولة الأفريقية أصبحت مهمة جدا. هو الراجل بحكم خبرته الكبيرة جدا في أفريقيا، 8 سنوات مدرب لسان داونز، وأعاد سان داونز للمنافسة الأفريقية، دايما موجود في السيمي فاينال للبطولة الأفريقية. اشتغل مع مدرب لجنوب أفريقيا 2 سنين، واشتغل مع كارلوس ألبرتو المدرب البرازيلي مساعد في كأس العالم في جنوب أفريقيا. كل دي يعني إضافات وتاريخ وخبرة جيدة للمدرب، أنا أشوف أن هي هتخدمه في. طيب باختصار في 10 ثواني جواب، هل سيكون 100% يمتلك زمام قراراته في النادي الأهلي؟ النادي الأهلي بيدي الصلاحية دايما للمدربين. النادي الأهلي ما بيتدخلش في عمل المدرب، ما بيفرضش على مدرب يقول له لاعب فلان أو ما تلعبش فلان، بيسيبه بيديله بيوفر له الظروف المناسبة أنه ينجح، ويعني دي سياسة النادي الأهلي. يعني الحقيقة كابتن وائل جمعة لخص الموضوع بدقة هائلة جدا، أنا متفق معاه في كل كلمة قال. بداية من تحفظه أنا ما أقدرش أقول هيكسب ولا مش هيكسب، لكن أقدر أقول إنه هيملك القدرة، أقدر أقول بيشتغل في بيئة صالحة، أقدر أقول كل اللي دخلوا النادي الأهلي كسبوا بطولات، أقدر أقول أهم حاجة إنه يكسب بطولة أفريقيا، لأن الأهلي عمل مع كل المدربين بطولات كأس أو دوري. كل كلمة قالها واحد خبير في شؤون النادي الأهلي، لأنه فعلا يعني مين أصدق منه، عاش الفترة دي كلها، حقق البطولات دي كلها وعاش المناخ ده كله، يقدر يلخص لنا أسباب النجاح في النادي الأهلي.